السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حلقتنا اليوم على أخطر حبس داز في المغرب، غوانتانامو المغرب، تازمامارت أو تازمامارت، النقطة السوداء في تاريخ المغرب. يلا افتح معايا داك العقل باش تفهم وتعمر راسك بالمعلومات. وإلا عجبك المحتوى اللي كندير كنتمنى تدعمني بأي حاجة قدرتي عليها، جيم كومونتير بارطاجي فيديو مع أصحابك، وما تنساش تشترك في القناة. ويلا نبدأ، بسم الله. من بعد انقلاب الصخيرات سنة 1971 اللي كان وراء الجنرال المذبوح والكولوني العبابو، وشارك فيه ضباط وتلاميذ مدرسة هرمومو العسكرية، ومن وراها بعام غادي يدير الجنرال أوفقير محاولة انقلابية هو وأمقران وقويرة اللي غادي يهاجموا الطائرة الملكية بطائرات حربية في السماء اللي كان راجع الملك الحسن الثاني من فرنسا. إلا مازال ما شفتيش الحلقات ديالهم غادي نخلي لكم روابط ديال الحلقات بجوج في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو، وغادي يطلعوا لكم في هذا الآي هنا. المهم المحاولات الانقلابيه بجوجهم فشلوا وتشدوا كاع المتورطين، وكاين اللي ما دار والو تشد حتى هو. الريوس الكبار كان المصير ديالهم الاعدام، وما تبقى تحكم عليهم بالحبس، والمده كانت متفاوته ابتداء من عامين، من الحبس المدني داوم للحبس العسكري في قنيطره، وبقاو فيه حتى لسنه 1973. وبالضبط نهار 7 في شهر 8 جا النهار اللي غادي يجيو رجال الدرك مع شاحنات عسكريه، غادي يبداو يعيطوا لهم بالسميات، يديروا لهم المينوط، يعصبوا لهم عينيهم، وبداو كيرميو فيهم في الشاحنات بحال الخناشي. من تما للمطار العسكري رموهم في الطياره، وغاديين بهم الوجهه مجهوله ما عرف حتى واحد فيهم. كنخرجوا على الساحه الخارجيه ديال السجن كنلقاو الشاحنات الموتورات خدامين، وكندوزو هكذا الدرك كلشي تجينا من الاسلحه صافي، ما قبط دير المينوط البوندو ارمي في الشاحنات. لا داروا لنا البوندو، وتا البوندو ولا سميتو المينوط اللور وداك الشيء، وطلع الشاحنات رمي في الشاحنات. زونا دخلونا الطائرات، دخلنا الطائرات، الطائرات المجهول، مدينة المجهول. وهذه الوجهه هي سجن تازمامارت، السجن اللي تبنى خصيصا على قبل الانقلابيين، وهو في الاصل كان تكنة عسكريه. قشلة ديال العسكر كان بناء الجيش الفرنسي ايام الاستعمار في النواحي ديال مدينه الرشيديه، وعلى بعد 20 كيلومتر من مدينه الريش، ووسط الظلام اللي كانوا غارقين فيه الزنازين بنهار، والمود ديال البرد في الشتاء والمود ديال الحراره في الصيف دخلوهم. ابسط ظروف العيش الكريم ما كايناش، كان الغرض من ارسالهم لهذا المعتقل هو التعذيب، تعذيب جسدي وتعذيب نفسي. تازمامارت كانوا فيه 58 زنزانه مقسومين على جوج بنايات ا و بي. البناية بي كانوا كيسميوها المعتقلين بناية الموت. الزنازين كانوا مصافين وحده مقابله وحده، وكل زنزانه كانت عباره عن صندوق 3 متر في الطول، 2 متر في العرض، و4 متر في العلو. تخيل معايا بسروال وقميجه لا فراش لا غطا، كل واحد شد بلاصتو، بلاصه عباره عن سداري ديال السيما. ومن سنه 1973 الى سنه 1991 58 سجين من المعتقلين في احداث الانقلابات كانوا كيدوزوا في الشباب ديالهم فيما يسمى بالجحيم. والمؤلم في الامر هو انهم كانوا بريئين، كل ما داروا هو انهم كانوا كينفذوا في الاوامر ديال الرؤساء ديالهم اللي كانت مفروضه عليهم اساسا، حيت ملي داوهم تما حتى واحد ما عرفهم فين كاينين، حتى من عائلاتهم ما عرفوهمش فين غبروا، هما بروسهم ما عارفينش روسهم فين كاينين. الماكله كانت عباره على كاس ديال القهوه في الصباح، ولا كيف ما وصفوها المعتقلين كانت شي حاجه بحال القهوه و100 غرام ديال الخبز، في الغداء 20 حمصه بالحساب، في العشاء 100 غرام ديال الخبز، وبكثرة النعاس على الدس بارد ولوسخ، لأنهم ولمدة 20 سنة ما خداودوش ولا عامو، بداو الحوايج كيلصقوا لهم على اللحم. اللي بغيت نعاود لكم عليها هي على لا سيلول، باش ما نعاودوش الكلام ونعاود لكم على لا سيلول. فاش كنا في ديك لا سيلول كيعطيونا قميجة وسروال، هادوك مع لوسخ مع الفراش ما كاينش، مع وسخ كيلصق لصقوا لينا مع الجسم ديالنا، لصق لينا مع الجسم ديالي، وتندير شي فوق شي تا ولا بحال مطلسي، بحال شي مطلة. وكنعس بهم بحال يعني واحد الانسان في الشارع بحال الزنقه صافي، كتنعس بهم وكتفيق بهم في الارض. وفي واحد الحادثه وقعات شي واحد بغى يحيد حوايجو حيد معاه طرف ديال اللحم، كانوا كل نهار وعلى طول 20 عام كيتمناو يخرجوا يشوفوا ضوء الشمس من جديد، ما خلاو ما داروا، احتجوا داروا اضراب عن الطعام ولا من يسمع. انتحروا شي وحدين ما صبروش، ماتوا الناس بسبب البرد، ماتوا الناس بسبب الجوع، ماتوا الناس بسبب المرض، تشلوا شي وحدين، ماتوا شي وحدين غير بسبب المرحاض. المرحاض كان عباره على واحد الثقب صغير في الزنزانه، الا ريحتي وحطيتي في يدك شي دقه وحده غادي تخنق، وهذيك هي المصيبه،
كيف موقع الواحد من السجناء تخنق ليه المرحاض وبقى كيحط داكشي غير في جنابه في الزنزانة حتى كتر ولات الريحة لا تطاق ومات مسكين. وكيفاش كانوا كيتفادوا المشكل؟ كانوا كيديروا كاكا في شي طبسيل ولا في شي غراف وكيبقاو يفرتوا فيها بيديهم حتى كتفرتت مزيان عاد كيخويوها في داك الثقب ديال المرحاض ويصيفطوها. وكان لي طواليط ضيقين مصوم بين واحد الكيفية بحيث ان البراز ديالنا كتفتو باليديك باش يخرج ولا الا ما درتيش هكا ما يمكن ليكش تعيش. كيف ان الاخ العفيوي مسكين كمشى له هذاك الغراف كيحط طبسيل كيدير الخروج ديالو في الطبسيل كيدير شويه ديال الماء وكيبقى كيتلاها معاه حتى كيحطو وكيغسل بالماء ما كاين لا صابون ولا والو عاود يحط الطبسيل ديالو ياخذ فيه الماكله ديالو. وزياده على الجوع والمرض والقهر والظروف الجويه القاسيه من برد وحراره كانت المعامله ديال الحراس كتزيد من المعاناه ديالهم. وما غنقولوش جميع الحراس حيت كانوا بعض الحراس متعاطفين معاهم ولكن كانوا غير شي وحدين قلال. تخيل معايا بلي هذاك المعتقل كان سري لواحد الدرجه ما كتخيلش، لا منظمات حقوقيه لا اعلام لا مواطنين، حتى واحد ما كان جايب خبارو، حتى من السكان ديال المنطقه ما كانوا عارفين عليه والو. حتى واحد ما عارف بلي هذيك التكنه العسكريه القديمه راها معتقل سياسي كيتمارس فيه اشد انواع التعذيب والممارسه الوحشيه بغض النظر على التهمه اولا داير ولا ما دايرش، لان العقاب ما كيكونش بديك الطريقه اولا في ديك الظروف اللي كتغيب فيها ابسط الشروط للعيش بكرامه. واللي بغى يطلع على تفاصيل اكثر كاين كتاب تزمان مارت الزنزانه رقم 10، وهو عباره عن سيره روائيه ديال احمد المرزوقي واحد من المعتقلين اللي كانوا في تزمان مارت واللي كيعاود تفاصيل الحياه ديالو والحياه ديال السجناء اللي كانوا معاه في المعتقل. وكتاب من صخيرات الى تزمان مارت تذكره الذهاب واياب الى الجحيم ديال محمد الرئيس اللي كان معتقل حتى هو، ومذكرات الطيار صالح حشاد وكيعاودوا فيهم بالتفصيل داكشي اللي كان كيوقع في معتقل تزمان مارت. وما كان حتى شي واحد غادي يجيب الخبر لهذا المعتقل وما كان حتى شي واحد غادي يخرج منه حي، حتى شاءت الاقدار في واحد النهار واحد السجين سميته مبارك الطويل كان طيار وبالمساعده ديال شي حارس من الحراس قدر يسرب شي رسائل للزوجه ديالو، كان سميتها نانسي وكانت امريكيه الجنسيه، وبما انه طيار قدر يتعرف على البلاصه فين كانوا محبوسين وكتب ليها على الموقع ديالو في الرسائل وعاود ليها على كاع الظروف اللي كانوا عايشين فيها وطلب منها تعاونه، وهي اللي كان عندها الفضل حتى تعرف هذا المعتقل وكان عندها دور كبير في الافراج على المعتقلين من هذا الجحيم. بدات الرسائل لجمعيات حقوقيه في امريكا اللي غادا تبدا تمارس ضغط كبير على المغرب. من بعد بدات كتسرب رسائل اخرى من المعتقل لعائلات المعتقلين، ووحده من هذه العائلات غادا تمشي لعند السياسي اليساري محمد بن سعيد يتيدر اللي كان برلماني في ذاك الوقت، وهو اللي غادي يكون اول واحد غادي يطرح موضوع معتقل تزمان مارت امام البرلمان، ولكن غادي يتقابل الطلب ديالو بالرفض. الحسن الثاني والحكومه المغربيه بقياده الدريس البصري كانوا كينكروا الوجود ديال هذا المعتقل، وملي تسربات القصه وكل شيء ساق ليه الخبر الجمعيات الحقوقيه والاعلام من خارج المغرب بداو كيمارسوا الضغوطات على المغرب وبداو كيطالبوا بالكشف على المصير ديال هاد المعتقلين وفين مشاو. وفي 23 اكتوبر 1991 58 معتقل تبقى منهم 28 على قيد الحياه، غادي يحولوهم من تزمان مارت الى مدرسه اهرموم العسكريه وهما غير هياكل عظميه، غادي يبداو يتهلاو فيهم بالماكله وبالدواء باش يرجعوا صحتهم ويرجعوا كيف ما كانوا، وغادي يحلفوهم على المصحف باش ما يعاودوا والو على اللي داز عليهم في معتقل غوانتانامو المغرب تزمان مارت. كنتمنى تكون استفدتي معايا واخا غير شويه. الى عجبك الفيديو خلي لي جام وشي كومونتير والسلام عليكم. المأساة ديالنا من تما بدينا عايشين، كل نهار تنتمناو راه غادي يجيو غادي يحسنونا غادي يخرجونا غنشوفو الشميشة غادي هادي وعايشين في ديك الظلمات. بدات الماكلة والو بدا هادي بدينا نغوتو درنا الإضراب ديال ربع أيام ديال الجوع، ما جا داك واحد قالنا كاع لا تعيو راسكم راه واخا تبقاو تموتو راه غادي. المهم ما بقيناش درنا هاديك رجعنا بقات غادي الى اخره، راك عارف لا سويت تزمان مارت عشنا في العدم محرومين من جميع الوسائل. يعني الانسان دخلوا لاحونا في ديك السيلونه بحال لاحوا واحد الحيوان ولا شي حشره. مين حلت عيني ما عرفتش يوصل الاخره ولا في الدنيا، مين جاء عساس حل عليا وانا ناعس قلت له ارجوك اعطيني واحد الوقيده، قال لي علاش؟ قلت له ودي عقرب عضتني الا ضربتني الثانية تقتلني. بقى يضحك قال لي العقرب والعقرب ما درت لك والو انت جنيتي عليها، كون ما كنتش قصيها كاع ما تضربك مسكينه فهمتي.